الحقيقة يرتبط بهذا الخروج يا أستاذ يوسف. هنلاحظ إن دي أول انتخابات رئاسية نسبة الأصوات الباطلة فيها قليلة جدا، وإحنا عارفين إنه في إبطال الصوت بيجي إما إن حد فعلا مش عارف سنوات يعمل كده، ولكن أحيانا بيبقى الإبطال لأن ناس كتير بيبقوا مش مقتنعين بالعملية الانتخابية ومش مقتنعين بأي مرشح فبيبطلوها عمدا. هذه النسبة اللي هي الإبطال عمدا هذه المرة قليلة جدا 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 ولا تذكر، وده معناه أن المصريين الذين خرجوا للتصويت خرجوا باقتناع تام وخرجوا برضا وخرجوا لأنهم يستشعرون خطورة حقيقية على الدولة وعلى الوجود الوطني المصري ذاته. الحاجة الثالثة إنه وسط هذا التنوع وهذا التنافس الضخم وإن إحنا قدام معركة حقيقية وتنافس حقيقي، والحقيقة